كده يا جماعة عرفنا خلاص إن أينشتاين قدر يفسر ظاهرة إيه، ها، الفوتو إلكتريك إفكت، إن لما اللايت ينزل على ميتال هتقدر تخرج إيه إلكترونات، لكن بشرط إن الإنرجي تكون أكبر أور إيكوال الإيه الورك فانكشن، وإن الورك فانكشن ليست إنرجي نيدد تو إيميتس إلكترون فروم ميتال، كريتيكال فريكونسي ليست فريكونسي، كريتيكال ويفلنس ماكسيمم ويفلنس. تمام. سؤال، هل انا لو زودت الانتنستي اللي نازله، اللي هي انتنستي الفوتونز، دايما خلي بالك اللي بينزل فوتونز واللي بيخرج الكترونز، وهل انا برضو لو زودت ايه الانتنستي بتاعت الفوتونز، وبرضو بسالك عن الانتنستي بتاعت الالكترونز، وقلت لك هنا ان الشرط فريكونسي اكبر من فريكونسي كريتيكال، وهنا فريكونسي اقل من فريكونسي كريتيكال، وقلت لك كمل الرسمتين دول من اللي انت فهمته. يا جماعه العدد يزود عدد بس بشرط، احفظي بقى الله يخليك الجمله دي، العدد يزود عدد بس بايه يا جماعه؟ بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان الفريكونسي يكون اكبر من الفريكونسي كريتيكال، او اللامدا اقل من اللامدا كريتيكال، او الانرجي اكبر من مين؟ من الورك فانكشن. هنا يا جماعه الفريكونسي اكبر من الفريكونسي، يعني الشرط متحقق، وبالتالي يبقى تطلع الريليشن عامله كده. ده معناه ان كل ما انت تنزل فوتونز اكتر عدد هيطلع الكترونات اكتر، لان كل واحد نازل معاه اكبر من الايه الكريتيكال المطلوب منه يعني. لكن هنا انت بتنزل ناس معاها اقل من الايه الكريتيكال، وبالتالي تطلع الرسمه عامله كده يا جماعه. معناها ايه يا مستر الرسمه دي؟ معناها ان انت مهما تزود دول محدش بيخرج خالص. طب هنا الاسلوب بيساوي ايه؟ ما عنديش يا مستر قانون في المنهج بيقول ده على ده بيساوي ايه، بس انت لازم تبقى فاهم ان هنا يا جماعه عندي ميتال كل ما ينزل فوتون يطلع الكترون، فوتون تاني الكترون تاني، فوتون تالت يطلع الكترون تالت. اذا دايما السلوب بيساوي ايه يا جماعه؟ 1. السلوب بيساوي ايه يا جماعه؟ 1. ليه بيساوي 1؟ لان عدد اللي نزلوا قد عدد اللي ايه اللي خرج، فدول جرافين في منتهى الاهميه. اينشتاين حط بقى ايكويشن لتفسير الفوتو الكتريك افكت، انا مش عايزك تحفظها، عايزك تفهمها معايا. وبرضه للمره الثانيه ابطال القصه ثلاثه، ميتال لايت نازل الكترونات خارجه، الميتال اللي نازل طاقته اتش في نيو، بتتوزع حبه بياخدها الميتال وورك فانكشن، والباقي بيتبقى للالكترونات كاينيتيك انرجي. اذا دي يا جماعه معادله اسمها معادله اينشتاين فور فوتو الكتريك افكت، اينشتاين ايكويشن فور فوتو الكتريك افكت. طب ممكن تتكتب ازاي تاني؟ ها، اتش سي على لامدا بتساوي اتش سي على لامدا كريتيكال زائد نص ام في سكوير، الام دي بتاعت الالكترونات، خلي بالك الجزء ده بتاع الالكترونز، والجزء ده بتاع الميتال، والجزء ده بتاع مين يا جماعه؟ اللايت. خلي بالك الله يخليك. اذا ابطال القصه للمره الثالثه كام؟ ثلاثه. ده ليه انرجي، وده ليه ورك فانكشن، وده ليه كاينيتيك انرجي. ها، ده ليه فريكونسي، ده ليه ايه يا جماعه؟ فريكونسي سي، وده ليه فيلوستي. الكاينيتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير، والماس دي رقم ثابت 9.1 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 31 كيلو جرام. احفظها يا مستر؟ لا ما تحفظهاش، هيديها لك في المسائل. طب عايزين نتكلم بقى على ابلكيشن اون فوتو الكتريك افكت. جهاز يا جماعه بيعتمد على الفوتو الكتريك افكت. هنجيب انبوبه كده ونحط هنا ايه كاثود، وهنا ايه يا جماعه انود، الانود ده متوصل بالايه بالبوزيتيف، وده متوصل بالايه بالنيجاتيف. هنا في فولتميتر، وهنا في اميتر. الفكره كلها ان اللايت بينزل كده. الجهاز ده اسمه ايه؟ اسمه فوتو سيل او فوتو دايود. ده لايت الترا فايلت عنده هاي انرجي، ده ميتال عنده فريكونسي كريتيكال، ولازم ننقي ماده عندها ايه ورك فانكشن قليل، زي مين؟ زي السيزيوم. ولازم ننقي هنا لايت عنده طاقه كبيره عشان يقدر يخرج الكترونات. ده لازم يكون عنده سمول اريا. ليه سمول اريا؟ عشان يخلي اللايت ده يوصل للكاثود. انا عايز الايه اللايت يعدي منه ويوصل للكاثود.
تقوم الالكترونات يحصل لها ايه؟ ها هي يا جماعه، طالما نزل بطاقه اكبر من الورك فانكشن هتطلع ايه؟ الكترونات. الانود متوصل بالايه؟ بالبوستر، فهيسحب الالكترونات عنده ايه؟ ويخزنها. ابقى انا كده حولت ايه؟ حولت اللايت لايه؟ الكتريكال انرجي. يبقى يا جماعه الجهاز ده بيعمل ايه بقى؟ بيكونفرت اللايت اللي هي الاوبتيكال انرجي تو مين؟ تو الكتريكال انرجي. طب الساينتفك بيز بتاعه ايه؟ فوتو الكتريك افكت. ها يا جماعه مين يا جماعه؟ فوتو الكتريك افكت. يبقى انت كده ها ممكن اللايت ينزل عشان عنده طاقه عاليه على الايه؟ الكاثود اللي هو سورس اوف الكترونز. لما اللايت ينزل بانرجي عاليه على الكاثود هتطلع الكترونز. الالكترون دي بسبب الفوتو الكتريك افكت الانود هيجمعها عنده، وبالتالي اقدر كده اخزنها. وطبعا بركب هنا مثلا لمبه او حاجه، ولو الكلام ده بيشتغل مثلا من 6 الصبح لغايه 6 المغرب لما الشمس تروح، طاقه الشمس اهي، بيبتدي بقى ايه الانود ده من 6 المغرب يطلع الشحنه اللي هو خزنها، فيشغل مين؟ اللمبه دي. فانا كده حولت الاوبتيكال انرجي او اللايت انرجي تو مين؟ الكتريكال انرجي. جهاز اسمه ايه ده يا جماعه؟ فوتو سيل. اسمه ايه يا جماعه؟ فوتو سيل.